الذي نعلن عنه اليوم انه هو بالتوجيهات قيادته الرشيده حفظهم الله بان الحكومه ستتحمل تكلفه تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغايه عام كامل في الفتره التدريبيه براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وايضا دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمده 5 سنوات بعد التوظيف وبحد اقصى 5000 درهم شهريا فوق الراتب ايضا للجامعيين.